صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. ضيفنا اليوم الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. دكتور نادر أهلا وسهلا فيك صباح كلام خير. بيروت اليوم رح نتابع معك موضوع قانون الانتخاب، صيغ المطروحة، المواقف المتجددة، المهلة الدستورية عدت لتظهر أمام كل المعنيين في هذا الإطار في جولة عربية جديدة لرئيس الجمهورية ميشيل عون، موقف أيضا من قانون الانتخاب، عمل الحكومة، كثيرة هي الملفات. يعني إذا بدنا نبلش بموضوع نفايات، موضوع كهرباء، اتصالات، واليوم أيضا في موضوع مطار لقليعات لأنه عندنا مطار واحد مبدئيا. بالعراق قتلى وجرحى في موضوع تحركات مظاهرات بالشوارع كمان مرتبطة بموضوع الانتخاب حول مفوضية للانتخابات. ترامب، الشرق الأوسط، التوتر الأمريكي الإيراني، وأيضا إجراءات جديدة للسفر، واليوم مثل ما قرينا بموجز الأخبار إطلاق كوريا لصاروخ باليستي جديد. وبالتالي بقانون الانتخاب رح نبدأ نحن وياك بالداخل، كأنه تراجعت شوي سخونة المواقف لأنه الأمور وصلت إلى أي حد برأيك؟ أنا بتصور يعني أصلا المقارب إلى هالملف أنا كنت أفضل أن تكون تماماً مختلفة. يعني اليوم عم نطلب نحن من القوى السياسية، يعني من اللاعبين، هن يوضعوا شروط اللعبة، وهيدي فرص نجاحها هالمقاربة كتير قليلة، لأنه ما فيك تطلب من حدا له حصة بالموضوع أنه هو يقوم بتنظيمه. مين كان لازم؟ كان لازم لجنة خبراء مثل لجنة بطرس أو لجنة متخصصين بالقانون الدستوري، بالقانون الإداري، بإدارة الانتخابات، ممكن تشارك أيضا منظمات من المجتمع المدني المعنية بهذا الأمور، ممكن نطلب استشارة خبراء دوليين بموضوع الانتخابات. وعندنا يعني نحن كم هائل من الاختصاصيين بالقانون الدستوري، هن بيقدموا صيغة صيغتين ثلاثة، أما مجلس النواب بيصوت بنعم أو لا. اليوم نطلب نحن من الناس اللي معظمهم اللي حيخوضوا الانتخابات هن يوضعوا قانون انتخاب بدهم يعملوه على قياسهم، ولأنه مصالحهم متضاربة ما عم نشوف الأمور عم تاخد وقت كتير، وهذا الشيء ممكن يطيح بالانتخابات أن تجرى بمواعيدها. هلا في التزام من رئيس الجمهورية من جهة، من رئيس الحكومة من جهة تانية، من القوى السياسية أنه بدهم يجروا الانتخابات بمواعيدها. ولكن إذا اليوم ما توصلوا إلى قانون انتخاب جديد، علما أنه القانون القديم خلص ما بيجوز بقى أنه تنخاض أي انتخابات على أساسه، والكل مقر أنه هذا القانون لا يمثل التمثيل الصحيح، إذن نحن أمام تأجيل حتمي لهذه الانتخابات، وهذا مؤسف. ذكرت موضوع الخلافات بين المعنيين بموضوع الانتخابات، يعني لما يتفقوا بكونوا اتفقوا على شو؟ يتفقوا على الحصص، يعني على حصتهم من السلطة. اليوم قانون الانتخاب أهميته أنه يعيد إنتاج السلطة أو إحداث قانون جديد يعيد إنتاج السلطة، يعني ولكن الناس بدها تصوت، توزيع المقاعد على القوى السياسية. طيب إيه، ولكن اليوم بظل الشيء اللي عم نشهده، القوى السياسية يعني مركزة بمناطق، اليوم عم يصار إلى تفصيل أو توزيع المقاعد على هذه القوى، اللي كمان بدنا نعترف بشغلة أن قوى مذهبية بالدرجة الأولى. يعني بقى نوصل نقول هالقوة اللي عند المسيحيين بتتمثل بهذا العدد النواب، عند المسلمين، عند السنة بهذا العدد من النواب، والخوف أنه نطيح بفرص بهالفرصة الذهبية لتجديد النخب السياسية. نعم. لأنه باب الإصلاح الحقيقي، باب تجديد النخب السياسية، هو عبر هذا القانون الانتخاب تحديدا. برأيك دكتور نادر، هو خلاف أو بدنا نقول بوجهات النظر بين القوى السياسية، هو لأنه بدنا قانون عادل وعصري وجديد غير قانون الستين، أم أنه يرضي الجميع وبالتالي مثل ما قلنا أنه يكون عادل للجميع؟ بده يرضي الجميع. يعني يرضي مين؟ يعني يرضي القوى التي تتكلم باسم المذاهب، اللي هي الأحزاب السياسية اليوم اللي هي ممثلة بالحكومة. طب نجيب غيرهم؟ هن موجودين. إيه؟ يعني الناس موجودين عظيم، بس نحن إذا انتخابات البلدية مثلا ظهرت شيء، بارومتر بالشارع اللبناني بيقول أنه لا،
في تطلعات مختلفة على القليل لدى قسم لا يستهان به من الشعب اللبناني. نحن إذا بدنا صحة التمثيل، ما بدنا هالفئات من الشعب اللبناني تتمثل، أو بدنا بس يتمثل الفئات المحسوبة على القوى السياسية. اليوم النقاش اللي عم بيصير حول قانون الانتخاب هو التمثيل العادل لهذه القوى الموجودة على طاولة مجلس وزراء، ولكن ليست هي تمثل كافة تطلعات الشعب اللبناني استنادا إلى آخر انتخابات جرت واسمها انتخابات بلدية. وكان ملفت أنه في بعض المحلات مثل بيروت تكتلت كل القوى السياسية مقابل قوات مستقلة أو لوائح مستقلة، واستطاعت هاللوائح المستقلة أنه تبرهن عن حضور لافت في مجتمع. على كل حال القوى السياسية أخذت بالاعتبار ما جرى بالانتخابات، أخذت ولكن هذه الأمور عند خواتي، ما بدنا نشوف إذا بإنتاج قانون الانتخاب رح تسمح لها هذه القوى الجديدة أن تتمثل. هذا واحد بصياغة قانون الانتخاب، ثانيا بعملية تشكيل اللوائح. هل رح يبقى القديم على قدمه وذات الأوجه نتقدم فيها أمام اللبنانيين طالبين ثقتهم؟ هذا هو موضوع الخلاف بين النسبية، ما يطرحه حزب الله النسبية الكاملة، وفي رفض لهذا الموضوع لأنه بعد النسبية يمكن هي عمل يعني خطوة جيدة، ولكن مش وقت الآن. موضوع الأكثر، موضوع المختلط، وبالتالي أيضا القانون تيار المستقبل. الرئيس الحريري أكد أنه مش ممكن نوصل لقانون يستثني أحد. الرئيس عون أيضا يقول مثل ما جاء بصحيفة المستقبل أنه أو لا عفوا بمحطة سي بي سي المصرية عشيد زيارته لمصر، يقول أنه الحوار قائم حول قانون الانتخاب، نريد عادلا يسمح بتمثيل جميع شرائح المجتمع، وبدنا نوصل لنتيجة. يعني في التزام من قبل رئيس الجمهورية بالتوصل لنتيجة، وهذا شيء جيد، ولكن هم من الضروري واحد يوضع إطار زمني. يعني بدنا نوضع أنه بدنا نحط إطار زمني أو حد فاصل للقول أنه نحن انطلاقا من هذا الموعد التاريخي بدنا نكون بتينا قانون انتخاب. كيف فينا؟ يعني بالآلية كتير سهلة، أنه أكيد توصلوا لصيغتين أو مسودتين أو ثلاثة، فلتطرح هذه المسودات في مجلس النواب على التصويت، وساعتها يصوت بإيه أو لا، أو منشوف القانون اللي رح يحظى بأكثر شيء تأييد أنه يتم اعتماده. شيء من النسبية ليس منه عاطل، شيء من النسبية أن نحن بس أنه بجمعتين دكتور نادر بدنا نعمل قانون جديد مع نسبية. ما نحن صلنا خمس سنين عم ندرس حتى أكثر. طب حلنا، يعني أنا أكيد أنه إذا قرر المجلس النيابة والقوى السياسية أنه تقول خلينا نبت في ثلاثة أو أربع مسودات يمكن أقرب شيء إلى التطبيق، فلتطرح على بالتصويت بنعم أو لا، وإلا الخطر كبير أنه نستمر بالحوار وبالكلام وبالعودة إلى نقطة الصفر، لأنه كل شوي منشوف بهالجرايد العودة إلى نقطة الصفر، رجعنا من أول وجديد. يعني هذا محبط حقا لكل واحد بعده عم بيتأمل أنه ممكن ترجع تنتظم الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان. مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة والتحرك اللي قام فيه نواب الاتحاد الديمقراطي على كل الكتل السياسية، هو يعبر النائب جنبلاط عن هواجس وقلق، ولكن هي موجودة لدى الكثير من الأطراف. يعني هو اللي على صوت بموضوع الاستثناء، بموضوع استهداف مكونات أو طائفي أو، وبالتالي اليوم عدنا من هون الكلام، رجعنا لنقطة الصفر، لأنه ما بدنا استهداف أي طرف ولا استثناء أحد، وفي موقف رئيس الجمهورية في هذا الإطار أيضا. صحيح، ولكن لك إذا بدنا نضلنا ناخد نحن مخاوف الطوائف بعين الاعتبار ما رح نوصل لنتيجة. في محل معين كل طائفة بدها تحط من كيسها لحساب المواطنة اللي هي الطائفة المشتركة، مش طائفة واحدة تحط الكل. مشان هيك يمكن المقاربة تكون خلي ومن هون في سياق لقوانين انتخاب ممكن تكون مدخل لأنه كل طائفة تحط من حسابها بعض الشيء بالتساوي من أجل توسيع
ساحة المواطنة مش العكس، بقى ناخذ من ساحة المواطن أو من الطائفة الأخرى حتى نحصل حقوقنا. لأنه ليه؟ اللي عم بيعتبروا النائب جنبلاط بتمثيل الدروس، نقول أمور مباشرة، هو مطلب مشروع بالتأكيد، ولكن أيضا هو في محل هذا المطلب يصطدم بمطلب مشروع آخر للطرف المسيحي اللي بيعتبر أنه ما بيجوز أنه النائب وليد جنبلاط اللي عنده مثلا 8 نواب دروز يختار هو 4، بينما 4 دروز آخرين تختاروا قوى سياسية أخرى ويحافظ على 8 نواب مسيحيين. وهذا من حق النواب المسيحيين أنه يكون هيدي من حصتهم، بيكونوا أكثر تمثيلا، ولكن هذا خطأ. هذا كمان هذا خطأ، لأنه ليه بأي معنى هو خطأ؟ إذا كل طائفة أخذت تعمل هذه الحسابات غابت مساحة المواطنة، ولا بدك تقول لي ولكن نحن قوة طائفية متصارعة. مظبوط، نحن قوة طائفية متصارعة، وأنا خايف أنه يجي قانون الانتخاب الجديد يكرس هذا الواقع. ولكن بالجبل تحديدا هو رمز معروف، منطقة الجبل المسيحيين والدروز، وهو مساحة نموذج للبنان مصغر، هي منطقة الجبل، وبالتالي من هون المسيحيين اللي بعيشوا منطقة الجبل بدهم ينتخبوا نوابن، مش انه ناخذهم لمحل تاني. مزبوط. وهذا يحدث استفزاز قيل عنه. مزبوط، مشان هيك عم نقول بدنا محل انه الطوائف تحط من حسابها لحساب المصلحة المشتركة، لانه في محل تاني المسيحيين عم بيجوا بيقولوا لك نحن شراك بالنص، بطريقة صورية، انما بالطريقة الفعلية نحن شراك بالتلت. نعم. على كل حال، وزير المشنوق امبارح كان عند مفتي الجمهورية وقال انه هو ملزم بدعوة الهيئات الناخبة، موعدها 21، ولكن قال ايضا انه اذا في قانون جديد بدنا تأجيل التقني. رايح أكثر الامور رايحة على تأجيل التقني، رايحة على تأجيل التقني. أكيد. نعم. حتى لو ما عملنا قانون جديد، ما فينا ما يعملوا قانون جديد، يعني في التزام لرئيس الجمهورية حتى لرئيس الحكومة أنه التزم قالوا بخطاب القسم وبالبيان المزاري قانون جديد. شو ما كان هالقانون الجديد، قد ما كان سهل إن شاء الله يكون 60 معدل معدل معدل. نعم. 3 مرات معدل على القليل شيء جديد. بده آلية تنظيم أو آلية تنفيذ جديدة، وهذا رح يتطلب وقت، ونحن على موعد 3 أشهر من موعد الانتخابات دستوريا، وأصبح الشيء في هنالك استحالة تقنية لإجراء في مواعيده. التأجيل التقني يكون هو المخرج من وقوع بأزمة كما يقول حزب الله في حال ما وصلنا لقانون انتخاب جديد يحذر ممكن من أزمة. ممكن أن يكون كمان مرة، يعني التأجيل التقني هو ورقة التين اللي عم بتخبي عورة النظام وعورة طبقة سياسية مش قادرة تصنع تسويات أساسية، مش قادرة تصنع أهم التسويات، تحديث لنظامنا السياسي. هيدا النظام السياسي، هيدا النظام التشغيلي بطل يشتغل مثل ما لازم أنه يشتغل. عم بيشتغل يعني بالحد الأدنى من رقلة من رقلك. هيدا النظام التشغيلي يجب تغييره ويجب تحديثه. لك التليفون مش كلمة فيه بتعمل له فيرجن جديدة، بتنزل له، بتحمل النظام تشغيلي جديد. طب هيدا النظام التشغيلي منه ماشي، يجب تحديثه، ونحن بنتمنى أنه يتحدث باتجاه توسيع فسحة المواطنة خارج الانتماء المذهبي. بعد ما حكي عن تسوية أو توافق بالداخل من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، هذا الزخم وهذه المسيرة إذا بدنا نقول عدم الاتفاق على قانون عادل عصري إجراء الانتخابات مثل ما الناس بدها نوعا ما، هو خطوة بغير محلها في إطار هذه المسيرة، حتى صورة للعالم العربي الدولي أنه بعد كل ما قمنا به من خطوات مؤسساتية رئيس جمهورية وحكومة وصلنا للانتخابات دعسنا بمحل خطأ. يا سمح الله، يعني إذا تم تأجيل الانتخابات إلى فترة بعيدة وظهرت هذه الطبقة الحاكمة أنها عاجزة على إجراء انتخابات، واللي هو الأساس العقد، يعني اليوم الانتخابات النيابية منا شغلة، هي ركيزة النظام السياسي، يعني العودة إلى الشعب. إذا نحن مؤمنين أن هذه دولة ديمقراطية وأن الشعب مصدر السلطات، ونحن
هيدتين مأجلنا أو مددنا لوكالتنا مرتين كنواب أنه تصير تمديد مقنع تحت عنوان تأجيل تقني مرة ثالثة. بفتكر هيدا يعني مش بس رح يشوه صورة لبنان بالخارج وبالخارج بالداخل، إنما أيضا بالداخل. رح نتابع معك دكتور نادر، ونبقى أيضا في موضوع قانون الانتخاب. معنا عبر الهاتف النائب الدكتور ميشيل موسى، النائب في كتلة التنمية والتحرير. دكتور موسى صباح الخير. صباح النور لإلك وللدكتور سامي. نعم، بكلمتك امبارح ممثلا الرئيس نبيه بري بافتتاح أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، أكدت استمرار العمل من أجل إقرار قانون انتخاب عصري يتيح إجراء الانتخابات بموعدها. كيف بدنا نعمل قانون انتخاب عصري ونعمل انتخابات بموعدها دكتور موسى؟ يعني ممكن إذا صفت النيات، كون أنه يعني اليوم كل الأمور مضعة على الطاولة وكل الاقتراحات صارت موجودة وكل المخاوف والمحاذير، وبالتالي لابد اليوم من أنه نوصل لمرحلة نهائية اللي هي الجوجلة النهائية، وبالتالي الاتفاق على قانون معين. إذا كان هذا الاتفاق تم طبعا ممكن يعني إجراء هذه الانتخابات، خاصة أن وزارة الداخلية سوف تأخذ كل الإجراءات، يعني ما بتقدر ما تاخذ الاجراءات المنوطه فيها من اجل اجراء الانتخابات. هذا اذا صافت النيات. هلا يعني الامور للاسف نحن عم نشوف انه الارباك قديش عم يكون كبير يعني بمناقشه موضوع الانتخابات. كيف تصفى النيه؟ يعني كيف بتتفقوا بالاخر؟ بده يتفقوا، لانه في لازم ان يكون في قانون، لانه مجلس النواب يعني من المعيب انه التمديد لمجلس النواب الا اذا حكى عن تمديد تقني بعد اتفاق على قانون، ولا يكون هذا الامر قبضي في المجهول، يعني انه تمديد هيك بدون اتفاق على القانون. وبالتالي لا، لانه نحن محكومين بانه في انتخابات نيابيه يجب ان تجري بموعدها بالمبدا، وبالتالي وكل الامور صارت مطروحه، يعني كل المخاوف كل الامور ما عاد في شيء مخبى بهالموضوع هيدا. وبالتالي نحن بمرحله تركيب البازل النهائي للسير الانتخابي. الرئيس بري اكد موضوع النسبيه، وهل لديه من مبادرات يعني جديده بعد استعاده نشاطه؟ ونقول له الحمد لله على السلامه مجددا للرئيس بري. لا، المبادرات حقيقه طرح مبادرات كثير، يعني في القانون المختلط اللي طرحه باكرا اللي هو قائم على معايير هي الاكثر قربا الى الوضعيه العمليه. في موضوع التأهيل كمان طرحه، في موضوع الرئيس مئاتي اللي انطرح حول تقسيم 13 دائرة. في رفض للموضوع. لا، ما دائما في حدا يعني بيقول وفي لا، حدا بيقول لا حسب حساباته، لكن بالاخر انه لابد من انه يعني اذا كان هناك من بعض التعديلات على قانون معين، انه رفض ما بيكون مطلق، بيكون ببعض التعديلات. فمطلوب اليوم يعني نوع من معايير عامة لقانون الانتخابات بما يتوافق مع اتفاق الطائف، ما يتوافق مع الصيغ يعني اللبنانية الفعلية اللي عم ننساها أوقات، واللي عم نروح نقصقص الأمور بشكل حسابات يعني جافة جامدة من أجل كل واحد شو بده يجيب. وبالتالي في أمور عم نتخطاها، وهذا الغلط عم بيكون يعني اليوم إنه في صيغة لهذا البلد لهذا الوطن يجب أن تراعى وأن تلحظ في كل هالنقاشات اللي عم بتصير وحول كل يعني القصقصات اللي عم بتصير بقوانين الانتخاب. في كلام لرئيس الجمهوريه نقل عنه انه قد لا يوقع المرسوم في حال وصلنا حتى موضوع 60، اكيد لن يوقع، ولكن في حال وصلنا لقانون ما بيرضي الكل، وحتى يعني في اذا ما كان في توافق فعلا بالبلد، لانه هو استمرار كنا عم نحكي نحن والدكتور نادر للعهد الجديد للحكومه للمسير الجديده بالبلد. يعني اليوم يعني من صلاحيات يعني الرئيس بده يمارس صلاحياته اكيد طبعا بالتوقيع او عدم التوقيع، بس نحن امام امر ملح يعني صار، والتاجيل يعني بدون قانون امر يعني رح يكون صعب ومكلف على الوطن. وبالتالي هلا كل واحد بده يعمل هالحسابات بالاخر، انه بين الصلاحيات المطلقه لاي فريق سياسي وموقع سياسي، وبين في مصلحه عامه ايضا يجب تامينها. هلا كل واحد عنده خياره وعنده قراره بهذا الموضوع، ما حدا في حل محل اخر بهذا الامر. دكتور موسى، بين الفراغ والتاجيل التقني. لا يعني اذا وصلنا لهون والحل يعني بدنا نجاوب عن هالموضوع، التاجيل التقني ممكن فقط طبعا الفراغ مش 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 محمود ابدا النتائج، وامر يعني منه سليم، لانه راح يصير جدل كبير من الناحيه القانونيه والناحيه العمليه والناحيه يعني من كل النواحي السياسيه. لكن اليوم التاجيل التقني اساسه او شرطه الاساسي هو ان يكون هناك اتفاق على قانون الانتخابات،
وممكن ساعتها يصير تأجيل تقني لأنه وزارة الداخلية تأخذ الإجراءات اللازمة والناس تتأقلم مع هذا القانون الجديد، تعرف حالها وين رايحة وشو بدها تنتخب. بس الناس بخافوا المؤقت يصير، يعني إذا قلنا بأيلول لأنه في رمضان بالصيفية ممكن يرجع يطول أكثر. لا لا، هذا بنحسب الحسابات وبنعمل يعني بالقانون ذاته بتحدد التوقيت لهالموضوع. لا ما هذا مش صعب. دكتور موسى، تتخوفون من سجال سياسي إذا بدنا نقول أزمة حول القانون أو غيره في حال ما اتفقنا؟ يعني كنا هلأ بسجال دستوري بنصير بكرة بسجال سياسي آخر. لا طبعا، يعني مفترض الاتفاق، يعني هذا أساس اليوم أنه المهل عم تتآكل ما في شك، ولكن بعد كل هالمخاض العسير اللي صاير لابد من ولادي بده يصير في اتفاق على قانون، ويجب أن يكون هناك اتفاق على قانون. نعم. بعدها بتصير الأمور أسهل بكثير وبتمر بسلاسة إن شاء الله خير. النائب في كتلة التنمية والتحرير الدكتور ميشيل موسى، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. في شيء بدك تقوله؟ تقريبا يعني لا، يعني متطابقة وجهات النظر. صحيح، ولكن أنه المهم هلأ كيف أين هو الحل؟ بفتكر نعم. يعني العودة هنالك يجب وضع أنه التاريخ يكون هيدا الحد نهائي. الأقصى إيه؟ من بعد هذا الحد الأقصى مسودة تطرى على مجلس النواب، إذا ما أخذت أكترية يعود أنه واحد بي 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 بيعمل انتخابات على أساس الستين وهو نعم. القانون الموجود اليوم. رح نتابع معك دكتور سامي نادر هذا الحوار بعد التوقف لاستراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا.